مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس. أجواء ربيعية تشهدها المناطق الجنوبية من الوطن وحتى المدن الشمالية مع سحب كثيفة من النوع العالي وبدون فعالية بالنسبة للسواحل الوسطى والغربية، احتمال بعض الأمطار المتفرقة على السواحل الشرقية خلال المساء. ظاهرة يوم الغد أيضا الأجواء تبقى صافية، سماء عموما مستقرة على المناطق الشمالية والجنوبية عدا بعض الأمطار المتفرقة من حين لآخر على السواحل الوسطى إلى الشرقية. درجات الحرارة المسجلة صبيحة يوم الغد الأربعاء تصل حتى 17 و19 درجة بأقصى الجنوب الجزائري، 12 درجة بطمنراس، 11 بإليزي وجاني سجر، 14 درجة بتندوف أدرار وعين صالح، 10 درجات بغرداية على بسكرة، 11 بمنطقة وسوف، درجتين تحت الصفر كادنا مقياس بالجلفة، 7 درجات إلى 9 درجات بالسواحل الوطنية. بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة خلال ظهيرة هذا الأربعاء ترتفع نوعا ما عن المعدل الفصلي، تصل حتى 26 درجة في بعض الأحيان على المدن الداخلية الغربية كمنطقة غليزان، المعسكر، تيارت، البيض، 25 درجة بتلمسان، 24 بوهران، 23 درجة بالجزائر العاصمة، بومرداس، سيبازا، 21 درجة بعنبة، طرف والقالة مسجل، 34 درجة ببرج بيت المختار، 29 بأدرار، 37 درجة بعين قزام. بالنسبة لحالة البحر سيكون البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب في بعض الأحيان على طول الشريط الساحلي، رياح غربية وسرعتها تصل حتى 40 كيلومتر في الساعة. المعلومات الفلكية، وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها لهذا الأربعاء الثامن من شهر مارس 2023. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.